لأن من كان وراء إحداث هذا الأمر، هذا الأمر اللي هما شكون؟ اللي هما العبيديون، من قال أن من وراء الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم فوائد ومقاصد شرعية، راه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم 12 ربيع الأول، هذا متيقن منه لا شك فيه ولا خلاف. والعلماء يقولون أن الرؤيا تسر ولا تغر، ولا يبنى عليها أحكام، ما تتبناش على أحكام شرعية. ها أنا نعس ونشوف رؤيا ونخرج غدا نقول الناس خصنا نديروا كذا لأن شفتها، هذا كلام ديال الصوفية. كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عن صيام الاثنين، لماذا تصوم دائما يوم الاثنين يا رسول الله؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أرسل إلي فيه. فالقرن الثالث والثاني والأول طيلة الثلاث قرون 300 سنة مرت، لم يكن شيء يذكر اسمه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون هؤلاء يحتفلون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بميلاده يقينا. فهؤلاء قالوا ما دام أنه هو يحتفل بميلاده ويفرح به، يعبر على الفرح بالصيام، فنحن كذلك نعبر بالفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الولائم وبدعوة الناس وبقراءة القرآن وبقراءة الأذكار وبقراءة القصائد ديال مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة كذا وكذا، وبإظهار الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى هو فرح بميلاده، بهذا فرح وليس بميلاده. فلو كان بميلاده لحدد لنا اليوم بالضبط وتاريخه حتى يكون مشهود ومعلوم ومعروف للجميع، فلما لم يفعل دل على أنه لم يهتم به. أنهم قالوا إنما هو من المصالح المرسلة، هذه مصلحة رآها المسلمون، وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يصوم لميلاده في ذلك اليوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يحدد لنا هذا اليوم. لماذا إذن؟ هذا السؤال. واش منذ بدأوا الاحتفال في القرن الرابع مع العبيدين إلى يوم الله هذا عرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قاسوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السنة على صيام النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين من كل شهر، ها بجامع بعلة. شنو هي العلة عندهم؟ هي إظهار الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. سولوا هذاك اللي خرج قال لك كي كي كيحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف حتى أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف حتى سبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا الاحتفال؟ أين ربط الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين تعريف الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ تعالوا بنا نصوم كل يوم اثنين، أو نحتفل إلى بيتوا الاحتفال ديالكم، نحتفل كل يوم اثنين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو اللي غادي يكون صحيح وغادي يكون موافق للقياس. فهذه الأدلة الأحكام المتفق عليها كلها ضدهم. واش بيتوا تحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بيتوا تعرفوا الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلينا من الشطح والرديح ونجمعوا على الطعام في المسجد. فهذه الأدلة الأحكام المتفق عليها كلها ضدهم. واش بغيتوا المصالح؟ تريدون مصلحة شرعية؟ باحتفال تعالوا نجمع هذه الأموال اللي كتنفق على هذه المظاهر اللي فيها المخالفات والمعاصي، ننفقوا على إنشاء مركز بحث لتحقيق السيرة وإخراج موسوعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ها لنشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وترجمتها إلى اللغات وطبعة كتب وتوزيعها مجانا. قريبا على شاشتكم خدمة الإمام الشاطبي الدعوية، إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية.